قلبي الحديث عن طه حسين، لأن طه حسين لي صلة عميقة به إلى أبعد حد، ولكني لا أريد أن أسترسل في هذه الصلة، أريد أن أدخل في الموضوع مباشرة وأحدثكم عن فكر طه حسين عائل. وما الذي ينبني عليه هذا الفكر باختصار شديد ومن البداية؟ فكر طه حسين يتأسس بخمسة مبادئ: المبدأ الأول هو العقلانية، المبدأ الثاني هو الحرية، المبدأ الثالث هو النزعة الإنسانية، والمبدأ الرابع العدل، والمبدأ الأخير عن النظر على أهل السنة أو الحنابلة بالمأمون. فانتصر أهل السنة والحنابلة وساد الفكر السلفي منذ ذلك اليوم في القرن الثالث. المهم أن العقلانية عند طه حسين لها مصدر إسلامي يرجع إلى تراث الفلاسفة المسلمين وإلى المعتزلة، وهذا التراث الإسلامي هو الذي جعل بعض المعتزلة في العقل يذهب بعضهم مذهب الشك. فنرى مثلا عند الجحظ وأستاذ إبراهيم بن سيار النظام هناك فكرة الشك، لا سبيل إلى يقين إلا بعد شك، والشك هو أول خطوات التي يتخذها المرء في فكره لكي يصل إلى برد اليقين. هذا الجزء التراثي كان عند طه حسين، أضاف إليه الميراث الفلسفي الأوروبي خصوصا في عصر الاستنارة والفلاسفة العقلانيين الذين تأثر